وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أهمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الصحية وعدم التراخي في تطبيقها، بجانب مواصلة أخذ التطعيمات والجرعة المنشطة منه وفق البروتوكولات المقررة، وذلك لرفع الاستجابة المناعية في الجسم ضد تحورات فيروس كورونا. في البداية أود أن أشدد على أهمية مواصلة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التراخي في تطبيق الإرشادات والتعليمات الصحية اللي تصدر عن الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا. كذلك أؤكد على ضرورة أخذ كافة التطعيمات والجرعات المعززة لها حسب البروتوكولات المقررة لكل تطعيم وفي مواعيدها المقررة، وهذه شيء طبعا لرفع الاستجابة المناعية للجسم في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون. كما أن التطعيم والجرعات المنشطة يساهمون للحد من انتشار الفيروس وزيادة المناعة المجتمعية والحماية من المضاعفات والأمراض الشديدة، ولا سمح الله الدخول اللي هي العناية المركزة. كذلك أدعو كافة أفراد المجتمع البحريني باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من حيث المبادرة بإجراء الفحص حال الشعور بأي أعراض للفيروس، وهذه طبعا يساهم في سرعة عزل المخالطين وتقليل أعداد المصابين. كذلك نأكد ضرورة مواصلة التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي، وكذلك اللي هي غسل اليدين وارتداء الكمامات الوجه، والمبادرة بالاتصال بالرقم 44 حال اللي هي ظهور أي أعراض للفيروس عشان يسوون الفحص. طبعا هذه كلها من أجل صحة وسلامة الجميع ولحماية الآخرين كذلك من خطر الفيروس.